يا ابني ما كانش في داعي ان اقعد هنا ومصاريف غالية على الفاضي. انت مش بتقول شهر واحد اللي هتغيبه؟ اقعده عند عمتك في اسكندرية وخلاص. عمتي؟ عمتي يا بابا؟ ما انت عارف جوز عمتي ما بيطقناش. طب انت مش هتستريح هناك وانا مش هسيبك تبات في مكان وانت مش مستريح ولو ليوم واحد. انت هتقعد هنا زي الباشا لحد ما انا اروح وارجع اخدك نطلع على المانيا تعمل عملية ونرجع سوا. بس سيدي في هنا دكتور هيشوفك ويتابعك كل يوم. ربنا يوفقك يا حسام يا ابني، خلي بالك من نفسك يا حبيبي. المهم انت يا ابو الكبات انت دعي لي. انا بدعي لك من قلبي. انت عارف انا مطمن عليك ليه؟ عشان انت مع الاستاذ نادي عطله. الراجل ده محترم وبيحبك وهياخد باله منك. ربما 56 لو سمحت. اتفضل يا نجيب باشا. هو سعادتك ناوي تعمل تشيك اوت امتى؟ بعد بكره الصبح بدري ان شاء الله. قمه سعيده يا نجيب باشا، ما تخليك قاعد معانا شويه. ايه اللي باشا اللي في الاوتيل ده؟ انا شايف امن في كل حته. اصل في مؤتمر اقتصادي الثلاث ايام اللي جايين دول، وفود جايه من كل حته، والاوتيل كومبليت يا نجيب باشا. بس المنظر بره يخض، انا قلت في حد جه احتل الاوتيل. ما هو تقريبا ده اللي حصل، اصل الوفد الاسرائيلي نازل في الاوتيل. اسرائيلي؟ ربنا يعادل الايام دي على خير. معقول؟ مستر ناجي عطله؟ شو هالمفاجاه الحلوه هاي؟ مستر ناجي انت ناسيني؟ اني اسحاق خليفي. ازيك يا اسحاق؟ بتعمل هنا ايه يا استاذ ناجي؟ ده سؤال غريب قوي. دي بلدي، انت اللي بتعمل ايه هنا؟ انا جاي احضر مؤتمر اقتصادي. مستر ناجي انت ابن حلال، انا محتاجك. خير مستر ناجي، انا ساكن بذات الطابق اللي انت ساكن به ومحتاج ابدل غرفتي. قالوا لي انك ساكن فيها وهي غرفتي المفضله، وما عارفين امتى بدك تعمل تشيك اوت. فلو تترك لي الغرفه في الكاميوم اللي انا قاعد بيهم اكون كلش مبسوط. أنا ماشي بكرة، سيب لك الأوتيل كله. تحب أسيب لك البلد كمان؟ مستر ناجي أنت شايل مني؟ معقولة تكون زعلان من شان موضوع البنك؟ هذه شغلة خارج إرادتي مستر ناجي. اسمع يا عم سيد، أنا مش هستلم الوظيفة اللي أنت جايبها لي دي، وهطلع المشوار اللي أنا طالعه، بس أنا عاوزك تبقى عارف حاجة مهمة أوي. أنا عارف كويس أوي إن أنت اللي كبرتني وربيتني وصرفت عليا دم قلبك، بس أوعدك إن أنا أول ما أرجع هرد لك كل مليم أنت صرفته عليا. عيب كده يا إبراهيم، ما حدش يقول كده العم. سيبيه سيبيه أم إبراهيم. إبراهيم كبر خلاص، ما بقاش يقبل إن حد زيي يصرف عليه. لكن قبل ما ترجع لي بقى كل اللي صرفته عليك يا إبراهيم، يا ترى أنت حاسب كويس؟ يعني هترجع لي مصاريف الأكل والشرب والمدارس؟ وما تنساش أول عجلة جبتها لك لما نجحت في الابتدائية، اوعى كمان تنسى اللابتوب يا إبراهيم. أنا تحت أمرك في كل طلباتك. طيب هتحاسبني إزاي بقى على خضيتي عليكي وما سخنت وجريت بيك على المستشفى؟ أنا كنت هتجنن. يوم ما ظهرت نتيجة الثانوية العامة ورحت أنا وأنت عشان نشوف النتيجة، وأنت كنت خايف لحسن تسقط أو تجيب مجموع قليل يا إبراهيم، وأنا خدتك في حضني وطبطبت عليك وقلت لك ما تخافش هدخلك الجامعة اللي انت عايزها. يوم ما مسكيك تحري وجريت على الاسم زي المجنون، وقعدت اتحايل على الظابط عشان ما يبيتكش ليلة واحدة في الاسم. حاجات كتير زي كده يا إبراهيم. يا ريت بقى وانت بتديني حسابي يبقى احط دول في الفاتورة وشوف السبب كان يا ابني. متزعلش مني يا عم سيد، أنا آسف، والله أنت مش عارف أنا بحبك قد إيه،
بس وغلاوتي عندك، وانا عارف ان انا غالي عندك. خليني اروح مشوارنا ده بس، وبعد كده هرجع اعمل اللي انت عاوزه عشان خاطر عم سيد. انا حاسس ان في خير كبير قوي ليا. روح يا ابراهيم اعمل اللي انت عاوزه. ياما ياما قلت لك 100 مره ياما اسمعي كلامي بقى. ازيك يا بنتي بسنت اموره؟ ياما قلت لك ياما اسمعيني، ابوس رجلك سيبك من بسنت ونيله ديت. اسمعيني بس كده، انا قلت لك هاخد لك شقه مفروشه عشان خاطر الشهر اللي هقضيه في السبوبه دي ابقى مطمن عليكي. ورسول الله ما هرد عليك طول ما انت بتعلي صوتك عليا يا نتن. ياما انا ما اقصدش، انا نفسي بس اكون مطمن عليكي، ما سبتيش في الكشك ده كده لوحدك في الشارع. شقه مفروشه ايه يا نتن؟ انا اروح شقه مفروشه عشان نطالع واللي نازل ويقولوا انت اللي بتقبض يا حبيبي؟ ياما يبقى اطلع لك سوا كده، ما تخلينيش امسك فيكي. انا اللي همسك فيك ورسول الله. بس هو ياما بس ما تقولش ياما جرينا هم. ما احنا طول عمرنا عايشين في البيت ده، هو احنا كنا عايشين في قصر يا ضمايا؟ ورحمه امي ما انا ماشيه من البيت ده الا على تربتي. وبعدين لما يجوا بتوع الحي يا ضمايا يقولوا لهم ايه؟ راح تسكن في شقة مفروشة؟ ياما ياما ده انت ليكي حسبة بصراحة، تخلي الواحد يتجنن وبرجه يطير من نفوخه. طب 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 يعني لما تعوزي تروحي تعملي به بيه هتعمليها فين؟ لما عاوز اعمل به بيه ايه؟ الحتة كلها كابينات، اروح اخبط على اي كابينات واقول لهم عند ذوقكم عايز اعمل به بيه، اخلص البه بيه واخرج حبكة قهوي وهعملها على روحي اخش القهوة. قهوة ايه؟ القهوة مجوالة هتقفي يا يوه. بقول لك ايه يا عبد الجليل؟ سافر سفريتك السودا اللي انت رايحها دي، ربنا يوفقك كرمي وسيبني في حالي. انا مبسوطة كده، مبسوطة كده، مبسوطة كده. ياما 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 ياما. طب طالما مبسوطة بقى قولي لي نفسك في اجيبهولك وانا جاي. مش عايزة حاجة من وشك الزفر. ليه بس ياما؟ الله ده انا جله ياما، جله ياما يا ام الغوالي. وحياة سيدنا النبي قولي لي نفسك في ايه؟ كتير عليك يا ضمايا. ياما قولي واصرخي ومالكيش دعوة. انا عايزة كده لو ربنا فرجها عليك وجبت فلوس كتير. عايزة ايه؟ عايزة حج اشوف الكعبة ومجلس على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وربنا المعبود لا تنوليها، والله لا تنوليها يا أمي. خدي خدي مساكي مساكي، خلي 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 الفلوس دي معاكي. ها يخرب بيتك سرقتها منين دي يا ياما؟ سرقتها ياما؟ الله ياما انت كل كلامك كده بيزلف من لسانك وبتخلي الواحد يخرج بره شعوره. ياما ما تخليش الواحد يخبط فيك ويمسك فيك ياما. تدب مين يا تدب مين؟ ياما مش كده مش كده ياما. تدب مين؟ تدب مين يا ياما؟ والله ما سرقتهم، ما سرقتش حاجه. امال جبتهم منين؟ هقول لك ده الراجل اللي انا شغال معاه اداهم لي عشان خاطر اديهم لك، عشان انا اما اسافر يعني ابقى مطمن عليكي. ربنا يزيده من نعيمه. امين. ربنا يكرمه. امين. ربنا يديله الصحه وفي شر العايه. امين يا رب يخليه. خلاص ياما. ايه ياما احنا هنشحت على الراجل في الحاره ياما. تعالى ايه ياما؟ قرب. ياما عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ قرب. ايه ده؟ قرب. ده ياما بتعملي ايه ياما؟ بس وهادي اقعد ساكت. ايه ايه؟ تعال عايزاك. ايه ده مش كده ياما؟ ياما مش كده ياما. بس عايز بقول لك ايه، حاجلك على وشك. ياما ما تنرفز ياما مش كده. ياما احنا في الحته ياما مش كده، ما تفتشنيش قدام الناس. اقعد ساكت ياما. بتعملي ايه ياما مش كده؟ بس اخرس. طب انت عايزه ايه؟ اشوف انت مخسر منهم كام؟ يا دي ظنك السوي اللي مش هخلص منه ده، انا مش هخلص من ظنك السوي ده ياما. ايوه انتم ياما انت عايزه ايه مني؟ وبعدين انا لو عايزه خنصر يعني انا ما كنتش قلت لك عليهم من الاول وكنت خدتهم كلهم. بقول لك ايه يا عبد الجليل؟ ايه؟ خد. ليه ياما؟ انت مسافر ينفعوك في السفر يعني امك؟ انا كده مبسوطه، انا اي شقه اخبط عليها اقول لهم لقمه واكل وكده هبقى مبسوطه. ربنا يخليكي ليا يا ام، ربنا يخليكي ليا يا رب. اسمع يا عبد الجليل مر ياما،
خير في سلامة وسلامة في خير يعني أمك. عظمة يا أم. اوعى تتغابى على المعلم بتاعك. حاضر. إذا قال لك شيمين حاضر يسطا. شيمين يما. قال لك يمال حاضر يسطا. يمال يما. كل حاجة حاضر يسطا حاضر يسطا. أما هو 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 مين اللوسطة اللي أنت بتتكلمي عليه ده؟ البيه السمح اللي كان عندنا في البيت لما البيت وقع عليه أنا وهو. يما هو ده يما هو ده اسطى يما ولا يما ده ناجي بيه عطا الله. عطا الله؟ ايوه ده مالوش زيه خالص. مالوش زيه خالص.